إذن مستمعين المتابعة مستمرة للجهود التي تبذل في الإنقاذ وتبذل كذلك لمساندة المتضررين من الزلزال في كل من تركيا وسوريا، ومن خلال طبعا متابعتنا لهذه الجهود منذ وقوع هذه الكارثة كانت لنا كذلك متابعة مع جهود فريق البحث والإنقاذ العماني الذي توجه كذلك إلى تركيا، ولله الحمد وكما تابعتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجهود المضنية أسفرت عن إنقاذ مواطنة تركية، والفريق الوطني للبحث والإنقاذ تمكن كذلك من إنقاذ شخص آخر من تحت الأنقاض في أحد المواقع بمدينة أنطاكيا التركية وهو على قيد الحياة ولله الحمد. وجهود كبيرة لكل اللي يتابعونا مرئيا الآن، هناك مجموعة من اللقطات تتابعونها عبر رابط البث المرئي المباشر، وكذلك للإطمئنان على الفريق نذهب مباشرة إلى تركيا من خلال تواصلنا مع الملازم أول علي بن سعيد الفارسي من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من هناك من جمهورية تركيا. أهلا وسهلا بك الملازم علي. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على جهودكم. ومباشرة يعني الملازم علي تطمئن بداية عليكم وعلى الفريق المتواجد هناك في تركيا من خلال أكيد جهودكم مساهمة مع الفرق الأخرى في عمليات الإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ لحظة وصول الفريق الوطني للبحث والإنقاذ إلى الأراضي التركية كان هناك استقبال من سفارة سلطنة عمان في أنقرة. بعد ذلك انتقل الفريق مباشرة إلى المناطق المتأثرة في الجنوب التركي بالتحديد في محافظة هطاي. المحافظة طبعا متأثرة بشكل كبير خصوصا في هنا في مدينة أنطاكيا والمدن الأخرى. الفريق طبعا متواجد في مدينة أنطاكيا، قمنا بالتنسيق مع المنظمات الدولية للبحث والإنقاذ عن طريق مركز العمليات المشترك. قام الفريق بعمليات تمشيط بعدد كبير جدا من البنايات والمنازل التي انهارت على ذويها، خصوصا أن الزلزال حدث في وقت متأخر من الليل، يعني قريب من الفجر. الناس كانت في منازلها وكانت نائمة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف عدد الوفيات بعشرات الآلاف. نعم الملازم يعني علي، نتائج عمليات الإنقاذ والتي كانت مبشرة ولله الحمد في وجود أحياء تحت هذه الأنقاض، نتحدث عنها وإلى أين وصلت هذه الجهود ونتائجها؟ نعم طبعا منذ لحظة وصول الفريق يتم تقسيم المواقع إلى مربعات، يسلم كل مربع إلى فريق معين يتبع دولة معينة. قمنا بالتمشيط في أكثر من 17 موقع، وصلنا البحث والجهد، استخدمنا معدات وكاميرات حرارية ومقستات للأصوات، استخدمنا أيضا الكلاب في أمل العثور على أحياء يعني تحت الأنقاض. بعض أو معظم كانت العمليات في الأيام الأولى تسفر أن الأشخاص الذين نعمل على إخراجهم يكونوا مفارقين للحياة. طبعا صادفنا العديد من الضحايا والمفقودين، ولكن المؤسسات تعمل على أولويات العمل هي إنقاذ الأحياء، فيقوم الفريق بترك الأموات والعمل على موقع آخر قد يكون هناك أحياء. ليلة الأمس الحمد لله توفقنا في العثور على امرأة تم الكشف عنها عن طريق مقستات الصوت، تبين أن هناك في حركة تحت الأنقاض. قام الفريق العماني طبعا بعملياته المخصصة في ذلك، قمنا بعمليات تمشيط وحفر وتأمين لموقع الحفر إلى أن وصلنا إلى هذه المرأة. تم تقديم العناية الطبية الطارئة لها من خلال حقن وريدية وأكسجين وهي تحت الأنقاض، إلى أن قام الفريق بعد عمل استمر تقريبا 4 ساعات متواصلة من إخراجها، والحمد لله هي بصحة جيدة الحمد لله. كم هي المدة التي قضتها تحت الأنقاض يعني بهذه الطريقة؟ حسب كلام السلطات منذ لحظة حصول الزلزال ما يزيد عن 176 ساعة هي كانت تحت الركام.
أيضا انتقلنا إلى موقع آخر، طبعا يقوم الفريق معنا مترجم يقوم بسؤال المتواجدين. تعرف هناك الكثير من الناس يبحثون عن ذويهم وآليهم، فهم يرشدون أنهم سمعوا صوت أو أن في شخص هنا أو في أمل أن يكون في شخص هنا. يقوم بعد ذلك الفريق أيضا بعمليات التحري والبحث والتحقق من تحت الأنقاض، إلى أن الحمد لله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكننا أيضا من إنقاذ شخص آخر كان تحت الركام وتم إخراجه أيضا والحمد لله وهو بصحة جيدة. الحمد لله. ما هي أبرز التحديات يعني الملازم علي التي تواجهونها في هكذا ظروف، وكذلك يعني الحجم الأضرار الكثيرة خاصة عند محاولتكم في عمليات إنقاذ يعني ربما تكون تراكمت فيها الأشياء الآيلة للسقوط وغيرها؟ نعم. طبعا هناك تحديات كثيرة، أهمها الاتصال، هناك صعوبة في التواصل بين مركز عملياتنا والفرق المتحركة، أيضا الطرقات تقريبا شبه منعدمة طبعا بسبب الزلزال الذي تأثرت به هذه المدينة، ولكن كل هذه المعوقات سخرت وسخرها الفريق الوطني للبحث والإنقاذ وسهلها، بقت هي تحدي كبير وهو الهزات الارتدادية. أثناء العمل تعرضنا إلى أكثر من 4 هزات ارتدادية ونحن في موقع العمل، ولكن يقوم الفريق طبعا، هناك ضابط مختص بالسلامة للفريق يقوم بإطلاق فاصرة عند الشعور بأي هزة أرضية. بعد سماع هذه الفاصرة يقوم الجميع بالخروج من أماكنهم والتوجه إلى نقطة التجمع الآمنة، الأمر الذي أدى أيضا إلى سلامة جميع أعضاء الفريق الحمد لله. نعم، يعني بعد انقضاء مدة ومحاولة الوجود على ناجين، يعني ما هي الخطوة القادمة التي سيقوم بها الفريق الملازم علي؟ لا زال الفريق يعمل على البحث على ناجين، حتى الآن السلطات لم تعلن عن انتهاء البحث عن ناجين، العمل لا زال مستمر. الفريق متوزع إلى قسمين، قسم يقوم بعمليات التمشيط والتحري، وعند عثور أي إشارة ناجين تحت الأنقاض يقوم بإرسال الموقع مباشرة إلى فريق العمليات الذي يتوجه إلى الموقع ويقوم بعمليات استخراج الناجين من تحت. قد يحالفنا الحظ ويكون الشخص يعني على قيد الحياة، وقد في بعض الأوقات يكون الشخص مفارق للحياة. نعم، من خلال وجودكم في الميدان يعني الملازم علي واحتكاككم كذلك هناك بالأهالي، كيف تبدو فرص وجود ناجين بشكل أكبر، وكذلك ربما المشاهد الصعبة أحيانا لمن يبحث عن ذويها وأقربائها في كل هذاك الركام؟ في هذا الجانب حقيقة الأمر جدا مؤسف، مأساوي بشكل يعني لا نستطيع وصفه حقيقة. هناك مناطق سكنية يعني انهارت بالكامل ويقطنها يفوق 1000 نسمة، انهارت عليهم بالكامل. أثناء تمشيطنا حصلنا على الكثير من الجثث، لأطفال، لمسنين، لشباب، البعض كان يحاول الخروج أيضا، يعني مواقف كثيرة لأطفال كانوا يبحثون عن ذويهم. جميع الأسرة راحت ضحية هذا الزلزال، نجا منها طفلين. قمنا أيضا بتقديم العناية الطبية لأحد الأطفال، كان قدمه مكسورة، قام الفريق الطبي في الفريق بعملية إعداد جبيرة ونسقنا مع السلطات هنا، تم نقله إلى المستشفى وتم تسليمه ميدانا للجمعيات الخيرية هنا. هناك الكثير من المناظر المأساوية حقيقة التي لا يمكن وصفها يعني ولا يجيز وصفها حقيقة بالكلام، ولكن الحمد لله جميع الفرق الدولية هنا تعمل والمنظمات الإنسانية تعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخلفات هذا الزلزال. يعطيكم عافية الملازم أول علي بن سعيد الفارسي من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، ويعني نحن نتابع أخباركم أول بأول، وهذا العمل الإنساني العظيم الذي تقومون فيه في هذه الظروف الصعبة. شكرا جزيلا لكم، وهذا يأتي من واجب الفريق ومن واجب الأوامر السامية التي خص بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. الجميع يعمل بروح الفريق وخدمة وولاء لهذا الوطن الغالي ولمن يطلب الاستغاثة من هذا الوطن.
شكرا شكرا جزيلا لكم لازم علي. يعطيك العافية. إذن مباشرة من تركيا كان معنا الملازم أول علي الفارسي من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. الجزء الأخير من حديث الملازم أول علي مؤلم حقيقة، وهو يعني يحاول أن يصف بعض من المشاهد المؤلمة التي رأوها هناك، وعمليات البحث عن ناجين وفرصة ربما الأمل يعني تتضاءل يوما فيوما، ونسأل الله السلامة للجميع. فاصل ولا نعود مستمعينا الأحبة.